السلام عليكم. اليوم حلقة استثنائية، ما تكونش على شكل فيديو حيث خاصها تسمع أكثر من أنها تشاف، حيث الموضوع المشكل فيه الكبير وهو المظاهر، حيث موضوع خاصو يتحس أكثر من أنه يكون محتوى في يوتيوب غتشوفو الحياة غتستمر من بعد. موضوعنا اليوم هو الزواج والحياة الزوجية، ولأول مرة غنكون غير داوي ديال بصح. الزواج بغينا ولا كرهنا مرحلة ضرورية في حياتنا، صحيح ما مرتبطاش بواحد السن معين، لكن مرتبطة بزاف ديال العوامل واللي ما غتقدناش حلقة جوج ثلاثة باش نهضروا عليها. كيف ما فايت قلت في واحد الحلقة، تفاصيل صغيرة كنغفلوا عليها وكتوصلنا لشي حوايج خايبين، لكن حتى المجتمع كيلعب دور في تأجيج داك الصراع بين المرأة والراجل، وعبر الأجيال بزاف منا ما كيحاولش يدير داك ليفور على راسو. أشنو فيها إلا درت المرأة قيمة وشجعتها في شنو باغا دير؟ أشنو فيها إلا تحط ليا مراتي الماكلة ونقول ليها تبارك الله عليك هادشي باين لي؟ ما خسر والو إلا وقفتي مع مراتك وطلعتي ليها المورال ودرتي ليها خاطرها على قدر المستطاع. ما غتخسر والو الا درتي القيمه لمراتك قدام عائلتها وعائلتك. وحتى انت اشنو فيها الا درتي القيمه لراجلك قدام عائلته وعائلتك؟ اشنو فيها الا خففتي على راجلك واهتميتي به وديما كتشوفي شنو خاصو؟ اش فيها الا ضحكتي ليه وقت ما شفتيه؟ تعاونوا حسنوا لبعضياتكم، تعاونوا حسنوا لبعضياتكم، راه ما فيها باس الراجل يعاون مرتو في شغل الدار، حيت لكانت عندك انت ديك العقليه ديال انك تجيب وحده تخدم عليك راك باقي صغير والتطور ديال عقلك واقف، يعني خاصك مربيه ماشي مرا. وانتي اللي كنتي ملهوفه على الزواج، على ود الماكله والسفر والفحان والكتف نهار الثاني عيد، فهكذا كتهيني غير داك السيد وديك السيدة اللي كبروك تعبوا عليك وسهروا الليالي حتى وليتي قد هكذا وكتستعري من حياتهم اللي عايشينها واللي عايشوك فيها. ديما خليو شوفتكم بعيدة، راه شريك حياتكم هو اللي غيكون السند ديالكم في الكبر، والزوجة اللي حسنتي ليها غتكون الجيش ديالك فاش تطيح للأرض وما يعقل عليك حتى واحد، حتى هادوك اللي كتقول عليهم صحاب وحباب. غتقولوا ليا حتى يكون يستاهل، ولا غطلع ليا فوق راسي الا درت ليها هادشي، ولا غنطلع ليها الشان. غنقول لك اذا القرار ديالك بالزواج من داك الشخص كان غلط من الاول، وانت او انتي مازال ما وصلتوش لديك المرحله ديال تكون جاهز للزواج، دونك بلا ما تعذب ديك بنت اول الناس، بالعربيه بلا ما تنتحر، حيت كان خاصك تشوف هادشي قبل ما ترتبط. راه ما بقاتش في الحب والغرام وبغيتو با بغيتو وتبكي على باك وقيمتك تنزل. ديروا قيمه لراسكم ونجوا قبل ما تاخذوا اهم قرار في حياتكم. نسيت، ما تنساوش ديروا لايك وكومونتير وتبارطاجي الا كان عجبك هادشي اللي كان. ومن هنا حتى الحلقه الجايه، السلام عليكم.